بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الكرام، في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كيفاش تحاول تنقص من الحجم تاع الصورة. نعم الخوت، كيفاش إذا كانت عندك واحد الصورة اللي عندها واحد الحجم الكبير وبغيتي تنقص من الحجم تاع ديك الصورة؟ مثلا هاد القضية كيستعملوها أصحاب اللي عندهم مدونات على البلوغر على الووردبريس. كتحتاج انك ترفع صور اللي تكون خفيفه شويه وكتبقى بالصور بالجوده ديالها. فهنا كنحتاجوا واحد الطريقه، وهي غادي نحتاجوا كندخلوا لهذا الموقع هذا كما كتشوفوا. نخلي لكم الرابط تاع اسفل الفيديو. هذا الموقع هذا هو الخدمه ديالو اللي هي خطير اخواني الكرام، احترافي الخدمه ديالو. كنجيو مثلا هنا لهاد التصاور هذوك كما كتشوفوا، غادي نشوف شي صورة من هنا. مثلا هاد الصورة هادي، مثلا هاد الصورة كما كتشوفو، غادي نضغطو هنا وعاد نضغطو على بروبرتيز هكذا. ثم غادي تظهر معانا الحجم تاعها كما كتشوفو. الصورة الحجم تاعها هو هذا الحجم تاعها. حنا دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نقسم من الحجم تاع الصورة هادي، نقسم الحجم تاعها، وكيفاش تحول الصورة ديالك بواحد الصيغة ديال اللي هي صيغه ولا دابا معروفه كيستعملوها الناس بزاف على المدونات تاعهم في بلوغر وكذلك في ووردبريس. انك الصوره كتخليها بصيغه ديال ويب، الصوره كتخليها بصيغه ديال ويب اللي هي لانها بصيغه ديال ويب كيعشقها جوجل بصيغه ديال ويب. اول حاجه كنجيو لهنا كنضغطو على سيليكت ان ايميج بحال هكا، وكنجيبو الصوره اللي بغينا. مثلا هذه نضغطو عليها، قلنا لكم شحال فيها، شفنا في الاول شحال فيها. كتجي لهنا تانا وتشوف شحال قلنا فيها، 43.7 كيلو بايت. حنا غادي نختارها، نضغط على اوبن بحال هكا. كما كتشوفوا كتنبطق معنا في هذا الوجه، وكيطلع معنا ايديت هنا يزعم يعني التعديل. اول حاجه كتجي لهنا، هي الصوره راه جي بي جي لي جي بي جي. كما كتشوفوا معرف على الصوره، راه الموقع كينقص الحجم تاعها في البلاصه كما كتشوف. هي كانت 43.7، دروك ولات 21.2 كيلو بايت كما كتشوف، يعني بحال نقص 53%. نقصت كما كتشوفوا كتبقى الصوره بالجوده ديالها عاليه بكل شيء، كتنقص الجوده ديالها. هنا نجو مثلا بغيتي تزيد تنقص اكثر من الحجم تاعها، كتجي لهاد السطر هذا وكتنقص كما كتشوف، يمكن تنقص حتى اقصى درجه. ولكن مع كتنقص الكواليتي كما كتشوفوا الصوره كتولي هنا، كيعطيك هاد الفراق هذا هنا زعما الصوره كيفاش غادي تولي، وهنا كيفاش الصوره كيفاش رفعتها، وهنا كيفاش انا حولتها كيفاش غتولي كما كتشوفوا امامكم دابا في الصوره. هنا كتبان بجوده عاليه واضحه، هنا الجوده تاع ولات ضعيفه. فلهذا غادي نزيدو شويه، خاصة تبان لينا الجوده تبقى مزيانه، ولا من الافضل تخليها في الجوده ديالها اللي كانت الجودة اللي عطاك الموقع كتخلي عليها صافي. نجي للمرحلة الثانية، هي بنحول هاد الصوغة، هاد الصيغة هادي كانت جي بي جي، بنخلوها لصيغة ديال ويب. كتجي لهنا وكتلقى بعد الصيغ كما كتشوفو، يمكن تخليها اوريجينال ايميج او بي ان جي، ولا تخليها بالصيغة ديالها. هنا بنخلوها بالصيغة ديال ويب، كتجي لهاد ويب هادي، هاد ويب كضغط عليها بحال هكا صافي. كتضغط على ويب، الصلاة على النبي، صافي ما عليك الا دابا تضغط على هاد السهم الازرق اللي كاين هنا، يعني داونلود، صافي في البلاصة اللي تحمل معاك الصورة. وغادي نرجعو لهنا كيف ما كتشوفو، هادي دروك هي الصورة. الصيغة ديال ويب الخوت راه مكتقراش على الحاسوب، كتقرا فقط على الانترنيت. باش نوريكم دابا الحجم ديال اللي عندنا الاصليه 43.7 كيلو بايت،
غادي نجو لهادي الصورة الأخرى بصيغة ديال الويب كيف ما كتشوفوا هي ولات غير 20.4 ديال البيض. غادي نفتحوها بتطريقة ضغطات بحال هكا وتفتح لك في المتصفح كيف ما كتشوف. ها هي كتبقى في الجودة ديالها وكت كتضغط الصورة كتنقص ليها الحجم تاعها. ودابا الصورة هادي يمكن ترفعها على بلوجر ولا على شي بدون مشاكل. وهادشي اللي كان الخوت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.